نأتي ليحيى بن زكريا عليه السلام. يحيى هو أحد الأنبياء الذين كان أبوهم قبله نبيا، وهذا ليس كثيرا في الأنبياء، لكن الله عز وجل ذكر فئة منهم مباركة، فسليمان ابن لداود، وإسماعيل وإسحاق ابنان لخليل الله إبراهيم، ويحيى ابن لزكريا، لكن هذا لا تجده في هارون وموسى، إنما كان أخوان ولم يكن أبوهما نبيا، وخليل الله إبراهيم لم يكن أبوه نبيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لم يكن أبوه نبيا، بل إن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. لكن يحيى بن زكريا من مناقبه أنه نبي الله ابن نبي الله، كما أن من مناقبه أن الله عز وجل هو الذي اختار له الاسم، وفي القرآن في التنزيل لم نجعل له من قبل سميا، فالله عز وجل هو الذي اختار اسمه لزكريا، وهذه منقبة عظيمة خاصة به عليه الصلاة والسلام. نأتي لما أثنى الله عز وجل به لزكريا. ربنا عز وجل يقول: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلنقتبس واحدة من هذه الصفات التي من الله بها على يحيى بن زكريا، وهي قوله جل وعلا سيدا. السؤدد أمر مطلوب في كل أحد، ما من أحد إلا ويحب أن يكون سيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار وقد أتاهم سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. وقال في حق سبطي الحسن والحسين قال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فلفظ السؤدد لفظ مرغوب. فالله عز وجل يقول عن هذا النبي الصالح يحيى بن زكريا وسيدا، والذي يظهر والعلم عند الله أنه كان سيدا على غيره في طاعة ربه، سيدا على غيره في طاعة ربه، إذ لا يعرف أن يحيى بن زكريا حكم أو ملك أو أوتي حظا عظيما من مال حتى يعطى هذا السؤدد الدنيوي الذي ينصرف الذهن أول ما ينصرف إليه، لكنه كان سيدا بعظيم طاعته لربه جل وعلا. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال ما من أحد سيلقى الله يوم القيامة إلا وله ذنب أو خطيئة إلا يحيى بن زكريا، فهذا من مناقبه التي جعلته سيدا. على أننا إذا استطردنا في الحديث عن لفظ سيد، فإن السؤدد في الدنيا يتطلب مشاقا، ليس كل أحد مؤهل لذلك. المتنبي يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم وتعظم، وتأتي على قدر الكريم المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. على أن الناس في الأدب في التاريخ إذا تحدثوا عن السؤدد يتذكرون حارثة بن بدر، وحارثة بن بدر ينسب إلى الصحابة، يعني عده بعض العلماء بعض المؤرخين بعض من كتب في السير والتراجم من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يروى أن اقتتل حيان من العرب في زمانه، ثم ذهبوا إلى الأحنف بن قيس فقال انتظروا حتى يأتي سيدكم. قالوا ومن سيدنا؟ قال حارثة بن بدر. فلما أتى حارثة بن بدر رضي الله عنه وأخبر بالأمر تحمل التبعات والديات، ثم عاد ومعه غلام له أو رجل يصحبه، فقال حارثة وهو في الطريق قال له اكتب عني احمل عني خذ عني أي بيتا من الشعر، يعلم أن الناس سيأتون ذات يوم يحتجون به. قال وما هو؟ قال اكتب خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. وهذا البيت كتب الله عز وجل له أن يبقى إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأن المعنى يخالط حياة الناس، خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. أحيانا يكون الرجل ينقطع عنه قرناؤه، لا يبقى أحد يكافئه، لا يضحى له ند ممن حوله إما لموت أو لأعذار أخرى، فيبقى هو الذي يشار إليه بالبنان، أحيانا في المال، أحيانا في العلم، أحيانا في الجاه، وقد تجتمع كلها، فيصبح الناس لا يقصدون غيره، والناس لا بد لهم من كبير يقصدونه، حتى لو لم يكن لهم كبير لجعلوا كبيرا يقصدونه. هذه سنن لله عز وجل في خلقه لا تتبدل لا تتغير. فهو يقول خلت الديار فسدت غير مسودي، أي لذهاب أقراني وأندادي أصبحت أنا السيد، لا لشيء زائد في. ثم قال ومن الشقاء،
لا يقصد بالشقاء هنا ضد السعادة، لكنه يقصد الشقاء الذي بمعنى النصب، بمعنى التعب، كما قال الله عز وجل لنبيه آدم وعبده آدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي يأتي عليك الكد والتعب والنصب. هو هذا معنى البيت. ومن الشقاء تفردي بالسؤدد، أي أن الناس لن يجدوا غيري يأتونه، فمن أين لي أن أوفيهم بالمال، أن أوفيهم بالعلم، أن أوفيهم بالجاه؟ هذا يكلف كثيرا ويتطلب جهدا. هذا الذي عانه حارثة بن بدر في قوله: خلت الديار فست غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. وهذا تعليق على قول الله عز وجل عن نبيه يحيى بن زكريا: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.